يتآكل مستقبل اليمن يوما بعد آخر في ظل الحرب الظالمة، ويعود المدنيون إلى سابق عصرهم في ضغط طردي يزيد ترديا كلما تقدم الزمن بالحرب. فها هي سواعد الشمايتين تحتطب في العام 2021 أملا في الاستعاضة بهذه الأعواد عن أزمة الغاز المنزلي الذي تعاني منه مديرية جنوبية تعز. اللي تقريبا مقارب 20 يوم ما هلش غاز وخلاص، والحطب نينة عندي حطب وهي مطر الدنيا التربة ولا يبدو ينزلوا عليه بلاسم وهذا النقل زعم قالوا لي اسمك ما طلعش ما هلش. لا يعني انعدام الغاز في منازل المواطنين عدم وجوده بتاتا في الشمايتين، بل هو متواجد في السوق السوداء التي تعج به الاسطوانات التابعه لما يسميها المواطنون سوق وكلاء شركه الغاز. فقد قفز سعر اللتر الواحد من 220 ريالا كسعر رسمي لمحطات الغاز الى 700 ريال في السوق السوداء، اي 3 أضعاف القيمه السوقيه. من المسؤولين عليهم ان يراقبوا المندوبين الذين ياخذون الغاز حق المواطنين ويبيعونه بالسوق السوداء. الحرب والفساد حجرت رحى تطحن كل هؤلاء، وتجعل المواطن يدور في دوامة البحث عن خدمة من الواجب أن تصل إليه بحكم تواجد شركة الغاز في مركز المديرية، والذي بات الداخل والخارج إلى فنائها عبارة عن وكلاء لم يقوموا بالواجب بشكل صحيح. دائما الوكلاء ما بوش معهم غاز طول السنة، لهم 50 مغلقين ما يفتحوا إلا نادرا، يعبوا دباب الغاز حق الناس، يشلوا الدباب وحقهم الدباب حق الوكلاء معبيت بيعون سوق سوداء، ويشلوا الدباب الغاز حق المواطنين ورجعوا يقولوا لهم هي بعد أسبوعين. فوق أزمة فساد الوكلاء هناك أنباء عن طلب ما يسمى باللواء الرابع مشاه جبلي دفع المواطنين مبلغ 200 ريال يمني على كل اسطوانة غاز لصالح ما يسمونهم الشهداء، إتاوة يقول البعض أنها من تعرقل حاليا دخول الغاز إلى التربة. كما أن هناك أحاديثا تدور بين المواطنين حول صيانة عاجلة لآبار صافر ستفاقم من المشكلة وتزيد من الأسعار غير الرسمية.